السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وين ما كنتم واهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من برنامج هذا المساء. نكون وياكم ان شاء الله في عده محطات، وراح نتواصل وياكم من خلال مجموعه من المواضيع ونبدا بالتنويه عنها من خلال هذا الهيدلاين. صدمه ماليه وخزينه العراق 300 مليون دولار فقط. الفنانة فوزية حسن ليست بخير وتناشد وزارة الثقافة. بطل العراق الكابتن مصطفى السماوي في هذا المساء. مذكرة على السوشيال ميديا. العراق صاحب أولى الحضارات وأول من اخترع الكتابة والحرف، وهسه العراق بثمانية مليون أمي ما يعرفون يقرون وما يعرفون يكتبون. لجنة التربية والتعليم يقولون أنه نسبة الأمية في بغداد 50%. طبعا هناك تشكيك بهذا الرقم لأن ماكو إحصائية رسمية بالموضوع. ارتفعت نسبة الأمية إلى ما معدله 20% بالمدن و 50% بالأرياف، وبرغم عدم كفاية الأموال لطبع الكتب يقال أنه 50% من الطلبة ما يستلمون كتب ويشتروها من برا. لكن أمانة جهود وزارة التربية مشكورة، حيث أبرمت عقود لتغيير المناهج والكتب وإعادة الطبع بقيمة 60 مليار دينار من أجل عيون الطلبة حتى يتعلمون. وتغيير الكتاب الواحد يكلف 7 مليون دينار، وتدقيقه يكلفهم 7 مليون. هسه غير كون يتعلمون. كل سنة وزارة التربية يغيرون مناهج ويصرفون مليارات وما يفيد، ويجيك واحد يغلط بالإملاء والفيسبوك. يا جماعة، التعليم واللغة العربية في خطر، ونحتاج إلى جهود وزيرة التربية سهى العلي لإنقاذ شبابنا من الجهل ومن الإملاء الخطأ. بل أنه وزيرة التعليم اهتمت بصحة المتقاعدين، مو بس التعليم، من خلال عقد تأمين صحي، ويا عيني عليها، شوف شلون قلبها محترق. هدرت صرفت 41 مليار دينار، أي ما يعادل 35 مليون دولار، على تأمين صحة المتقاعدين من وزارة التربية. احنا محتاجين حقيقة سهى العلي، وفي الليلة الظلماء تفتقد الصبورة، يفتقد البدر. زين، قبل جت الصبورة، هاي الصبورة كلفتنا مليون دولار، والستاند مالتها بنص مليون دولار. أما القلم هيش هذا ما كلف شيء، هاي هدية جت فري ويا الصبورة، والثاني سووا بي ديسكاونت وحسبوا علينا ب 25,000 دولار بس. وبما أنه ميزانية العراق خاوية مثل ما يقول مستشار رئيس الوزراء، وباقي بيها بس 300 مليون دولار، وبما أنه العراق محتاج 12,500 مدرسة حتى نرجع للتعليم هيبته، قررت أسوي مدرسة هناية بالاستوديو ونصحح الأخطاء الإملائية الشائعة على الفيسبوك والإنستغرام. ويا ريت وزارة التربية يستفيدون من هاي التجربة ويدعموني، على الأقل نرجع هيبتنا قدام سيبوي والخليل بن أحمد الفراهيدي والمتنبي والعلامة مصطفى جواد، من يقول قل ولا تقل. خلونا نشوف هاي الأخطاء الإملائية الشائعة اللي موجودة والمعروفة. يعني مثلا هنا كاتبين إن شاء الله، هاي غلط إن شاء الله، غلط كاتبين. الصحيحة واللي أنا أشوفها دائما على الفيسبوك هي هاي الصحيحة، هاي الصحيحة. أهلا وسهلا، هاي غلط. الصحيحة اللي نشوفها على الفيسبوك دائما يكتبوها هالشكل، هاي الصحيحة، أهلا وسهلا، هاي الصحيحة. منورين دائما، عبالكم هاي صح؟ لا، هاي غلط، أنا خليتها بخانة الغلط، هذه غلط. منورين، هاي منورين، الهمزة على الكرسي، منورين، هاي صحيحة، منورين. نحن، يعني هي الضمة لو بها خير ما شان انضمت أصلاً، بس شو سووا جماعتنا؟ سووها صحيحة، عدلوا على اللغة العربية وعلى قواعدها اللي احنا كنا من احنا وصغار تعلمناها غلط.
تخيلوا أنا من الثاني ابتدائي متعلم غلط، والصحيح هو هالشكل نحن. شوف الواو هي شيء تحسها طلعت بكل قوتها. وشكرا وشكرا، هاي هم غلط التنوين. شوف الشطبتين، هاي الشطبتين الحاطية فوق هي هالشكل المفروض. وشكرا نون ناية تصير، هاي صحيحة. أتمنى إن شاء الله قدمت لكم بكل تواضع الأخطاء والصح اللي موجود باللغة العربية وبالإملاء على فيسبوك اللي جماعتنا ما شاء الله دائما يغلطون بها. شكرا جزيلا. أهلا بكم من جديد في هذا المساء، وبالتأكيد هناك محطات عديدة راح نمر من خلالها ونطرح مجموعة من المواضيع المهمة اللي صارت حديث الشارع العراقي. وواحدة من بين هذه المواضيع الحقيقة أثرت بي وخلتني أبحث وراء هذا الموضوع هو مناشدة أو الحالة الصحية للفنانة فوزية حسن. طبعا هذه مناشدة ونداء إلى الخيرين وإلى الغيارة من أبناء شعبنا العراقي الأصيل. الفنانة القديرة فوزية حسن بحاجة إلى دعمكم وبحاجة إلى الاهتمام وبشكل عاجل بسبب ظرفها الصحي العاجل اللي تمر به، بحاجة إلى من يربط لها المغذي وهي بشقتها الآن ما حد بحالة وما حد يفكر بيها، بحاجة إلى قنينة أكسجين لأنه هي خطية الآن دا تختنق بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وتقول راح أدفع لمن يلبي طلبي هذا، والمفروض إحنا نقدم لها مجانا على الأقل هو رد جميل عن كل سنين اللي قدمتها من أعمال فنية ودرامية وربت من خلالها أجيال، وأنا واحد من عندهم. الوسط الفني تخلى عنها الآن، نقابة الفنانين هذه رسالة لكم، الدكتور جبار جودي، كل من موجود الآن بنقابة الفنانين أنا متيقن ومتأكد أنه حتى لو بدون ما أوجه لهم هذه المناشدة هم ما راح يقصرون ويرحون إلى الفنانة الكبيرة فوزية حسن. طبعا ما عدا الفنانة آلاء حسين اللي هي متواجدة مع الفنانة فوزية حسن وما تركتها وتواصلت وياها مع ابنها سنان وظلت تقدم لها الدعم. الآن ينضم إلي عبر الهاتف سنان ابن الفنانة فوزية حسن حتى يطلعنا أكثر على الوضع الصحي للفنانة فوزية حسن ونتعرف من خلاله شنو الوضع اللي تمر به حاليا فنانتنا الكبيرة فوزية حسن. نعم سنان تسمعني الآن؟ معك يا أستاذ سنان. أنت من حشيت وياك قبل ساعتين ثلاثة قلت لو أطلع وياك بالبرنامج لو لا بحكم الوضع الصحي الاستثنائي لوالدتي، فما نعرف شنو اللي راح يصير. نعم. بالضبط، حتى ما تعرف أنه بعد ساعة إيش راح يصير، فياريت لو تشرح لي حاليا. نعم. شنو هو الوضع اللي يمك بالبيت ست فوزية، شنو وضعها الآن؟ أول شيء السلام عليكم. وعليكم السلام. وشكرا للشعب العراقي، بين قوسين الشعب العراقي، نبتعد عن باقي المسميات، الشعب المواطن البسيط اللي ولف ويانا ودي يأجرنا من خلال الاتصال أو من خلال الدعاء. نعم. مثل ما تعرفون بأن إصابة الفنانة فوزية حسن وإصابتي بفيروس كورونا هو فيروس خبيث، ساعة يكون إيجابي ساعة يكون سلبي، ساعة يوضعنا بانتكاسة وساعة نكون مرتاحين، لكن نعم. هذا أمر رب العالمين والحمد لله والشكر على كل حال. أحب أوضح على موضوع المناشدة اللي طلعت. طبعا المناشدة هي من الأخت والأم والصديقة وابنة البيت يعني الفنانة آلاء حسين اللي ما فارقتنا نهائيا، اللي متواجدة ويانا على طول. نعم. بالتليفون والتواجد الشخصي ودعائها. نعم. مستمرة ويانا، وبعض الشخصيات اللي من ضمنهم سيد اسمه حجي أحمد ومن وزارة الصحة، هم كان دورة فعال ويانا أيضا من طرف الاتصالات، ونقابة الفنانين أيضا تحركت عن طريق السيد جبار جودي، ولكن كان الدور الحقيقي للفنانة آلاء حسين تواجدها ويانا. وحاليا الوضع الصحي حاليا بهذه الفترة حاليا مستقر، لذلك قدرت أني أكون وياكم بالجو، وآسف لكثرة الاتصالات إذا يعني ما قدرت أرد عليكم في وقت. نعم. اتصالات من الشعب اللي جاي، ما كان عندنا اي اتصال من حكومة او من اي جهة سياسية نهائيا، ما قريت الاتصال، ما حد اتصل عليكم، واحنا نهائيا فقط اجانا اتصال قبل قليل من السيد وزير الثقافة. نعم. وبشرنا بانه يكون
موقفه ويانا يعني يكون إيجابي وراح يتواجد ويانا يعني بعد ما ظهرت المناشدة العلم. وإحنا صار لنا 5 أيام الناشد اليوم. نعم. كانت المناشدة بشكل قوي. نعم. صار لنا 5 أيام داخل المستشفى، داخل الحجر مستشفى النعمان تحت قيادة الطبيب صلاح، دكتور. نعم. صلاح اللي ما قصر هو بدوره، ولكن تعرف عدد الإصابات وهي حالة الوفيات وهي. نعم. إحنا غادرنا المستشفى اتجهنا للحجر المنزلي لأنه الوضع كان كلش بحالة انتعاش. نعم. وضع كلش تعبان يعني انهيار تام لحد يعني مرض جدا خطر جدا خطر. صح. وإحنا مشكلتنا كشعب مستهينين بهذا المرض. نعم. اللي نتمناه بأنه ما نشوف أي مواطن عراقي، أي إنسان أو مو أي عراقي، أي كائن إن كان عدو قبل الصديق، ما يمر بهاي الأزمة وما يحس بآلامه. نعم. والحمد لله والشكر جانا قبل قليل اتصال هاتفي بعد ما اجتنا كادر طبي جانا للمنزل. نعم. بعد المناشده الكادر من صحه الرصاصه ما يحضر الدكتور اللي حضر اسمه دكتور احمد. نعم. اللي فحص الحاله بس ما يحضرني اسم. نعم. مدير دائره الرصاصه ارجى المعذره اوجه تحياتي له وكان توجيه من عده. توجيه حصريا اجى من آلاء حسين ومن حجي احمد وباتصال شخصي من سماحه السيد مرتضى الصدر هو اللي وجه هذا الكادر فورا بالعلاج والتواجد لمده 24 ساعه لتوفير كل المستلزمات اللي تحتاجها. نعم. والدتي ايضا انه احنا مصابين واحنا ايضا ملامسين داخل البيت. انا عندي والدي ايضا بدت عليه اعراض الاصابه. يعني انتم الان كلكم بالبيت يعني انصابيت وملامسين؟ كنا داخل الحجر المنزلي كل واحد بغرفه خاصه. زين. ابتعدنا عن كل شيء لانهم يعني يد العون ما شانت مثل والده، ولكن اليوم صار عندنا الحمد لله والشكر تحركت صحه الاصابه وبالذات العتبه الحسينيه. نعم. دارت العتبه الحسينيه اللي تحركت. نعم. زين وضعها الصحي الان شلون تقدر تطمنا على ست فوزيه الان يعني وضعت التنفسي الرئه شلون وضعها؟ والله الاكسجين متوفر بس احنا ان شاء الله راح يتوفر قريبا لان هم اجت سياره اسعاف شيكت الحاله وشخصت كل شيء وهسه راح يتوجهون يجيبون كل الادويه كل العلاجات راح يتوفرون داخل المنتج راح يكونون متواجدين. سنان يعني أنا أتمنى لك الصحة والسلامة يا رب إن شاء الله ولفنانتنا القديرة الست فوزية حسن وإن شاء الله يعني قريبا نسمع أخبار طيبة من عندك ونبقى نتواصل وياك. وهذا البرنامج هو أيضا جزء من رد جميل من فن كبير قدمته لنا هذه الفنانة وحقيقة أتمنى لها كل الصحة. من خلال تسمح لي. نعم تفضل. لا تسمح لي إنه لا حد يصدق بالإشاعة رجاء لأنه أنا والدتي 3 مرات توفت في الفيسبوك. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبالإنستغرام من وراء الإشاعات 3 مرات عندنا حالة وفاة كلها من وراء إشاعات. صح. عندنا وبأنه هي بحالة خطرة جدا ومرحلة كلش خطرة والحمد لله والشكر إن شاء الله ما نوصل هاي المراحل الخطرة. فأتمنى أنه ما حد يصدق بهاي الإشاعات. إذا تبدون تعرفون أخبار فهي الأخبار راح تكون فقط على صفحتنا الرسمية يعني صفحتي أنا سمعتي أو صفحة الفنانة آلاتي فقط. تمام. غير هذني الأشياء لا حد يصدق لانه احنا انا مرتين ميت وامي 3 مرات ميته بالفيسبوك. بعيد الشر عنكم سنان. الحمد لله وشكرا. هاي هذول اصحاب النفوس الضعيفه اللي يدورون فقط مشاهدات ولايكات ويردون يطشون بمصائب الناس. اتمنى لك الصحه والعافيه يا سنان ان شاء الله. انا راح ايضا اتابع اخبارك واخبار الست الوالده الفنانه العزيزه فوزيه حسن وان شاء الله نبقى متواصلين من خلال هذا البرنامج بمتابعه الحاله الصحيه لكم وللعائله بشكل كامل. شكرا جزيلا لك يا سنان. خلينا نشوف هذا الكليب اللي أعديناه والخاص بجزء من عنده مكالمة أو رسالة أو مسج من الست فوزية حسن لجمهورها. خلونا نشوف هذا الكليب. أنا راضية بأي شيء ينطيني يا رب العالمين بأي شيء، مو هذا اللي صار هذا يعني نصيب من رب العالمين قدري يريد يمتحني يشوف قد صبري. فأي شيء يجي من رب العالمين على راسي. السلام عليكم. أنا اليوم وضعي مو تمام، وأريد من الناس اللي تحبني الطيبة تدعي لي بالسلام، وآسف على جمهوري الكريم ما أقدر أجاوبه لأن منعني الدكتور من التليفون. تحياتي لكل الناس الطيبة. محتاجتكم.
بالتأكيد راح نتواصل وياكم ويا بقية المحطات مثل ما نوهنا. والآن وصلنا إلى فيديو أيضا انتشر يوم أمس وصار حديث المواطنين بعد هذا الفيديو اللي يتحدث عن ما تبقى من خزينة العراق. يعني شيء مذهل حقيقة وصادم أنه الخزينة العراقية مع أنه صادرات العراق كذا مليون برميل نفط باليوم، 4,800,000 برميل باليوم، مع أنه وارداتنا سنويا تقريبا 80 مليار دولار، والبرلمان يصوت على 125 مليار دولار، يعني العجز عندنا بحدود 40 أو 35 مليار دولار، وهكذا يتصاعد تقريبا العجز. من 2016 بدأ ب 20 مليار دولار العجز، الآن بدأ يصعد إلى 35، والسنوات القادمة وربما يصعد أكثر إذا ما كانت هناك خطة حقيقية لإنعاش اقتصاد العراق. يعني معقولة خزينة العراق خاوية لهذه الدرجة ولهذه المرحلة؟ يعني إلى أي حد وصلنا؟ يعني خزينة العراق اللي مثل البيت القاصة اللي واحد عنده بالبيت مبلغ قليل باقي من عنده، وعنده مرض، وعنده مفروض يعني هواي تحديات تواجه. لازم العراق الآن أمام فيروس كورونا، وفيروس خطير. لا وزارة الصحة عندها مخصصات مالية، لا الدفاع المدني عندهم مخصصات مالية، لا الكوادر المستشفيات عندهم مخصصات مالية ننطيهم. وخزينة العراق هم وصلت إلى مرحلة راح نشوفها الآن ونتحدث عنها طبعا. خلينا نشوف ايش قد باقي بالخزينة مات العراق طبعا. حيث كشف هشام داود اللي هو مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أنه الحكومة الجديدة استلمت من حكومة عادل عبد المهدي السابقة خزينة خاوية لا يوجد فيها سوى 300 مليون دولار. طبعا هذا يجي من خلال شريط مسجل لمؤتمر صحفي أورد فيه معلومة مفادها أنه عادل عبد المهدي رئيس الوزراء السابق تركه خزينة الدولة خاوية والبلد يحتاج لكل شيء. 300 مليون دولار تخيلوا فقط العراق الآن، لا سيما أنه الآن يواجه العراق وباء فيروس كورونا وهو وباء عالمي وخطير، والمفروض أكو متطلبات كثيرة وحرب شرسة ضد هذا الفيروس، وعدنا بالخزينة 300 مليون دولار فقط. الله وكيلكم. خلينا نشوف التصريح. أن تكون الخزينة مفتوحة، واليوم حقيقة الخزينة خاوية، استلمنا الخزينة خاوية وليس هناك في الخزينة أكثر من 300 مليون دولار فقط، تركها عادل عبد المهدي وحكومته بهذه الوضعية، وأنت أمام بلد وحاجيات وأفواه ومدارس ووباء ومتطلبات ومكافحة الإرهاب وبناء قوات مسلحة ذات مصداقية، وعندما نتحدث مع بلد يخرق الحدود كتركيا يجب أن تعطينا القيمة والاحترام عندما نقول لا، وعندما نقول للجارة الأخرى جارة الشرقية بأنه الحدود سوف لا نسمحها لأنه الكورونا ينتشر في داخل العراق مرة أخرى. ننتقل الآن إلى أخبار الصحة بالعراق وفيروس كورونا، ونبدأها من السليمانية حيث أكدت صحة السليمانية وفاة 5 مصابين بفيروس كورونا. كورونا من جانب طبعا بفيروس كورونا، من جانب آخر أيضا أعلنت دائرة صحة محافظة النجف عن تعافي العشرات من المصابين بسبب هذا الفيروس المستجد. ننتقل الآن طبعا إلى الأنبار، حيث أعلن مستشار محافظ الأنبار للشؤون الإغاثية عن إرجاء عودة نحو تقريبا 90 أسرة نازحة إلى مناطق سكناهم المحررة بسبب إجراءات فيروس كورونا. وأعلن مقرر مجلس النواب هشار قرداغي إصابة 5 أعضاء من المجلس بفيروس كورونا. أما في النجف فقد أعلن عن 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا و150 ملامس يغادرون الحجر. ويوم أمس كانت الإصابات بفيروس كورونا 1554، أما حالات الشفاء 908 حالة شفاء. وزير الصحة والبيئة عقد اجتماع مع وزارة الصحة الروسية لمناقشة البروتوكولات العلاجية للمصابين بفيروس كورونا. ومن جانب آخر أيضا نعت وزارة الصحة أحد ملاكاتها في دائرة مدينة الطب الممرض الجامعي حيدر هاشم المكسوصي المنتسب في مركز أمراض زرع الكلى ومركز أمراض الدم، واللي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا. من جانب آخر كثف فريقي الاستجابة السريعة والرصد الوبائي التابعين إلى قطاع سوق الشيوخ للرعاية الصحية الأولية في ذي قار الإجراءات الوقائية والرصد الوبائي للتحري عن وباء كورونا كإجراء احترازي للوقاية منه. والآن ننتقل إلى فيديو آخر، حيث قام طبيب عراقي في لندن بتسجيل فيديو ونشره على موقع التواصل الاجتماعي أو مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد على أهمية التنفس الطبيعي الصحيح وكيفية استنشاق الهواء بطريقة صحية تساهم
في الوقاية من فيروس كورونا والتمكن من مقاومة المرض ومضاعفاته والتقليل من دخول المصابين بفيروس كورونا إلى العناية المركزة. نتابع هذا الفيديو. مرحبا، أنا دكتور علي عزيز، استشار عناية مركزة التخدير في لندن. السبب الرئيسي لدخول المرضى للعناية المركزة هي عدم قدرة الرئة على توفير الأكسجين الكافي لباقي أعضاء الجسم. عدم توفر الأكسجين في الجسم يؤدي إلى انخفاض في المناعة، كذلك باقي أعضاء الجسم تنهار واحد بعد الثاني إلى أن يوصل المريض إلى درجة بحيث نضطر أن ندخل العناية المركزة ونربط المريض على جهاز تنفس اصطناعي. الرئة تتكون من جهة أمامية وجهة خلفية وقاعدة الرئة. قاعدة الرئة بسبب زيادة الوزن، قلة الرياضة والتدخين تكون خلايا قاعدة الرئة منقبضة وما تساهم توليد الأكسجين. بنفس الوقت اللي هو الجهة الخلفية للرئة بسبب طريقة النوم، بسبب قلة الرياضة والتدخين أيضا تكون خلايا منقبضة وما عندها القابلية أنه تساهم في توفير الأكسجين الكافي للجسم. حاولنا من خلال بعض الدراسات والتجارب أنه نوصل إلى طريقة بحيث نحاول نقلل دخول المرضى للعناية المركزة، وتوصلنا إلى طريقة جدا ممكنة طبقناها على أكثر من مريض، ووصلنا أنه من الممكن زيادة الأكسجين بالدم وداخل الجسم من خلال بعض التمارين اللي راح نشرحها لكم. نحاول ناخذ نفس عميق ونحبسه داخل الجسم لمدة 3 ثواني، بعدين نطلقه. نكرر هاي العملية 5 مرات. نهاية المرة الخامسة نحاول نكح كحة قوية. الفكرة انه ناخذ نفس عميق ونحبسه راح يولد لنا ضغط داخل الرئة، فلذلك راح تفتح قاعدة الرئة اكثر. ولما نكح نحاول انه نوسع القصبات الهوائية اكثر. نعيد هذا الشيء 2 مرات، وبنهاية المرة الثانية نستلقي على الجهة الأمامية للصدر ونحاول ناخذ نفس عميق لفترة 10 دقائق إلى 4 ساعة. الاستلقاء على الجهة الأمامية راح يعطي راحة للجهة الخلفية من الرئة فتعاود نشاطها أكثر. هذا نقدر نسوي كل ساعة، كل ساعتين، كل 6 ساعات حسب ما نقدر عليه. لكن أنا أنصح أنه اللي عدم زيادة بالوزن، اللي يدخن واللي رياضته جدا قليلة، حتى لو بعد ما مصاب بالمرض لا سمح الله، يحاول يطبق هذا التمرين لأنه راح يفيد مناعته فيقلل حتى إصابته بالمرض. أما المصابين ربنا يشافيهم إن شاء الله، يحاولون يسووا كل ساعة أو كل ساعتين، يحاولون أكثر قدر ممكن أو مرات ممكنة. راح نجري التمرين الأول اللي هو ناخذ نفس ذلك نكون انتهينا من الجزء الأول من التمرين. ناخذ راحة 5 دقائق ونعيد التمرين مرة ثانية بهاي الطريقة. بعد ما ننتهي من المرة الثانية نحاول نستلقي على الجهة الأمامية استخدام مخدة أو استخدام اليدين، ونحاول ناخذ نفس عميق، ليس مو مثل نفس الطريقة الأولى، لكن بس نتنفس طبيعي لكن نفس عميق. نحاول نحفز الجهة الظهر أو الجهة الخلفية من الرئة أنه تساهم أكثر. الآن ننتقل إلى ضيفنا المحبوب الطفل اللي هو يعتبر نجم على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا والإنستغرام واليوتيوب، ما شاء الله عمره تقريبا 6 سنوات، عيننا باردة عليه. الطفل حساني من البصرة، أعتقد هواية منكم يعرفوه ومتابعيه، يتشي عنده خدود حلوة ويخبل ويتشي بامبوني، فتشي يعني كيوت كلش. ما أعرف إذا حساني الآن جاهز ويانا من البصرة حتى يكون ويانا هو وأبوه، وأيضا أبو حساني راح يكون حتى يساعدنا بالحديث ويا حساني. أهلا وسهلا بك حساني وأبو حساني في هذا المساء.
تسمعني أبو حساني؟ أسمعك أغاتي. يا هلا بيك. وين حساني؟ يمك نريد نشوفه أبو خدود الحلوة. هذا هو حسن. شلونك حساني؟ شلونك حبيبي؟ شنو هالخدود الحلوة؟ شلون خدودك؟ حلوة؟ حلوة. حساني؟ الدنيا بيه انت. انت ايش قد تحب متابعيك اللي يشوفوك؟ ايش قد يتابعوك بنات وولد؟ يتابعونك البنات؟ يتابعوني. صدق؟ والله. يحبونك؟ حساني انت ليش تحب البنات؟ تحب البنات لو تحب الولد يتابعوك على انستغرام؟ تحب البنات ولا الولد؟ لا الولد والبنات. اوه جواب دبلوماسي. ما السماعة بحاجة. السماعة وقعت من اذن حساني، خليها باذن حتى يسمعني. حضري داخل السماعة. يا حساني يا ورد يا حبيبي. حساني انت شنو تاكل يوميا؟ شنو تاكل بحيث خدودك مورده وحمر وحلوات؟ يقول لك ايش تاكل؟ ندق الخشب، ندق الخشب والله دق الخشب. ها ابو حسان لا عبالك نحسب. تاكل المعلاق؟ شنو تاكل؟ المعلاق طبعا يشوي بايده المعلاق. يلا والله الا بايده يشوي؟ الا بايده. اوه زين حساني دقيقة، أنت تحب الدجاج لو تحب بابا بما أنه ده نحشي على أكل؟ تحب الدجاج لو أنا؟ لا دجاج لو أنا. ما يتنازل عليك. يا أنا أكثر يا حبيبي. ما يتنازل على أكل. يعني طبعا يحبكم اثنينكم لان انت تجيب له الدجاج، يعني اذا انت ما تكون يجيب له الدجاج صح ولا لا؟ الوجبه ما ياكل الا احنا الوقت وبنته واسير الله ياكل. والله والله الكريم. زين حساني ايش كم واحد عندك على انستغرام متابع؟ كم شخص يشوفك؟ كم متابع عنده؟ 31 كي. 31 كي ما شاء الله. وايد عنده وايد. يحكي خليجي؟ احكي لي بالله خليجي شويه. مو احنا بعد بالبصره وبالزبير قريبه على الكويت. اكو تقارب باللكنه تقريبا. اي اكو باللهجه شويه تقارب كل شيء. زين شنو الاغنيه اللي تحبها حساني؟ انا اشوفك مرات تغني، انا همنا اتابعك على فكره. شنو الاغاني اللي تحبها حساني اللي تغني؟ شنو الاغاني تحبها؟ يا ليالي يا ليالي. يلا غني لي اياها خلي اسمعها. غني لي اياها حساني. يلا يلا غنيها. يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي عندك سيارة؟ ها؟ سيارة. من نطلع بالسيارة عندك يا لي يا لي غنيها. أنت مو تغني وياه؟ غني قبله والله. ليش أغني قبله؟ ليش أغني قبله؟ ها تغنيها؟ يلا غنيها. يلا حساني نسمعها. صحيح؟ ما زين. يلا غنيها مقطع كذا. يا لي يا لي يا لي يا لي بعد. يا ريالي يا ريالي. ايه؟ احنا حافظها بعد. يا حلوة حلوة. شلون حلوة؟ هاي بس يا ريالي وتكملها مالتها. ياتي. ها؟ كملها؟ حبهالي. حبهالي. حساني اكو هواي يبوقون الفيديوهات مالتك، يبوقون الفيديوهات مالته ويخلوها على يوتيوب، هو اخوه ما يضوج حساني. صحيح. لا ما يضل بس يعني ظليت اخلي حقوق عليها اليوتيوب مالته، واما على ذلك هم يبوقوها لان انا ما مخلي له قناه على اليوتيوب تدري بعد شغل ودوام فما افرق يعني لان انسى ونادرا ما تخلي. زين خلي العالم بتوعنا. ابو حساني خلينا نشوف هذا المقطع الكليب راح نشوفه الان ونرجع نكمل حكينا وياكم تمام؟ اكو مقطع فيديو لحساني خلينا نشوفه ونرجع. ماشي يلا. ثاني شو جاي تسوي؟ أي شنو تشتغل؟ شنو جاي تسوي هسه؟ تسوي صمون؟ إي. أيوة. يا بعدنا خلفه مع الصمون. محتاج عامل يدز على حساني. أيوة. الحسن. لك خليني. لا جاي. أي شغل. لا ياكل صمون من يد حساني. ها؟ ابو حساني حساني هسه هو ودا يشوف نفسه هيك باليوتيوب وبالانستغرام
يعني ما يقول لك الآن من أكبر شنو أحب أصير؟ ما يفكر بأنه عنده توجه معين من هسه تحس بي؟ لا عنده يحب يصير مهندس، دائما يلبس بدلة عمل ويا العدة. والله يقول أنا مهندس. بإذن الله. عدلو أنا مهندس. عدلو مهندس وين مهندس؟ مهندس من البيت. يقول لنا مهندس في شركة النفط. يا ربي يا خوش فلوس. خوش يختار. يا رب لها من هالسن. خوش يختار شغله. حساني من تطلع برا بالباب توقف، من تروح للسوق. يعني مو هسه من ماكو كورونا، من شان ماكو كورونا هسه اعرف اكو حجر منزلي وحاضر تجوال، من شان قبل يطلع خو ما يزعجونك المعجبين والمعجبات ياخذون وياك صور؟ ياخذون وياك صور وفيديوهات وبوشونه ويعضونه زين. ما يفوت انا ما اطلع. لا يفوت والله بالبدايه لا، بس من تكثر يعني الشغله اذا اريد اروح اجيبها من السوق ب 10 دقائق اظل نص ساعه. والسبة حسانة وكدود حسانة. آه شو الغرام والله السباية أنت. حسانة من يصورك؟ من تمثل أنت؟ أنت تصور نفسك لو بابا يصورك؟ يا بصورك. يا بصورك من تنزل مقاطع. أنت. أوه اللي يجيب دجاج يصورك. هو اللي يلحق المقطع اللي يلحق علي يلحق، ما يلحق بعد يروح. والله عنده هواي مواقف بس ما يلحق نوبات. حساني سويت تيك توك لو بعدك ما مسوي تيك توك؟ بعدني ما مسوي تيك توك يا معود. سوي تيك توك، انا متاكد راح تجيب هواي متابعين وفولورز يصير عندك بالالاف. والله عندي اصدقاء عندهم تيك توك، نوبات ارسل لهم مقاطع او ياخذونهم من الانستا من صفحته وصعدت. والله حساني يصعدون حساباتهم. حساني تسمعني؟ تعطيني شويه من المتابعين مالتك تنطيني اياهم الي هديه؟ اريد من عندهم فت الف واحد تنطيني؟ تنطي المتابعين؟ بعدين ما انشر. ما جاي تنشر؟ بيبيك ما تقبل. مديرة اعمال بيبيته ما تقبل. اي ما تقول تخاف عليه من الحسد. زين ابو حساني اكثر من فيديو شفته يقول بيبيتي ما تقبل. أيه مو بس بهذا الموضوع. هواي تخاف علي. لانه جات له فتره شو مثل ما يقول انطق عين حسن. بس خاف. ضل ما ينطق الكلمه. ابو حسان يخاف هو الشغله اللي ما تعجبه يذبها براس بيبيته خطيه. هو ما يريد يقول لا، يقول بيبيتي ما تقبل. يذبها براس المسكينه. يذبها براس بيبيتك؟ لو هي ما تقبل. لا هي ما تقبل. زيت عليك. اي والله صدق. زين حساني. ايش قد عمره حساني هسه؟ ابو حساني ايش قد عمره هسه؟ 3 سنوات ونص. ما شاء الله. ما شاء يعني مقبل الله. مقبل على اربعه ان شاء الله. مقبل على اربعه ما شاء الله. حساني تقبل نزين شعرك حفر؟ هيك حفر مثل رونالدو؟ لا. ما تقبل؟ كيف ولا شعر؟ زينك؟ كل شيء ولا شعر؟ انا على بالي بيبيتك ما تقبل. هالشعرك يا بيبيتي اصلا ما تقبل. قلت له واحد حق اللي عليه مقاس. حساني برشلوني لو يشجع ريال مدريد؟ انت برشلوني؟ انت برشلوني لو ريال مدريد؟ لو ريالي؟ انت برشلوني لو ريالي؟ بعدين ما طوبه ما تلعب طوبه؟ ما يلعب طوبه. انت تشجع الهمبرجر ادري بيك. يقول بعد صارت كورونا بعد ما العب طوبه. والله صدق يحشي، والله صدق يحشي. حبيبي حساني الوريد يعني انا في البيت العب طوبه. شو تلعب في البيت؟ طوبه. ما يقولون يقول بيبي تلعب طوبه. والله عمي انا هنيالك على بيبيتك هيك تعتني بيك وتحبك وتخاف عليك. اي والله وتلعب وياك طوبه من الضوج وما تقبل يقصون شعرك. كلش متحذره. انطيني بوسه حساني. انطيني بوسه هيك منه. انطيني بوسه مو هيك من بعيد. يلا طيني بوسه. واحده قويه بابا قويه. يلا حبيبي. حساني اذا جبت لك سياره لعبه مثل هذا، مثل هذا الماطور ده تشوفه، مثل هذا الماطور اذا جبت لك مثل هذا وجبت لك ده تشوف هذا الماطور اذا جبت لك مثل هذا الماطور وجبت لك لفه همبرجر كبيره، يا هي اللي تحب تاخذها اللفه لو الماطور؟
لفل والدراجة تأخذ. كلهم تأخذهم. كلهم. شهر طمع. شهر طمع هذا. والله. مو مالات ابني. إيه مالات ابني. ما يفرق. آه. والله. حساني كلش قد تنزل فيديو على صفحتك على إنستغرام يومية لو كل أسبوع لو كلش قد. والله حسب الوضع يعني لو بس أسبوع مقطعين مرات مقطع مرات كل أسبوعين يلا مقطع. آه كل أسبوع مقطعين بس هو يعني مشاهدات على اليوتيوب اللي يأخذوها وينزلوها تجيب تقريبا 168 ألف مشاهدة 500 ألف مشاهدة. لا عنده وايد مشاهدين خاصة على العام يعني قلت لك حسب الأوضاع هو مثل ما تقول مزاجه رايح حلو لا يصور هو ما بدي قلت تعال بابا نسوي لنا مقطع. تمام حسن أنا سعيد جدا لتواجدكم ويانا وأشكرك جدا وشكرا للحساني وربي ينطيه الصحة والعافية يا رب وسعيد جدا بأنه كان وياي اليوم نشوف الفيديو الأخير وأشكرك جدا تحياتي لكم حياكم الله حياك الله قناة الفلوجة أهلا وسهلا بكم تحياتي حياكم الله القطرين شو يقولون؟ ارحب ارحب زين انت شنو؟ قطري لا والله حياتي قطرين متعلقكم وبعد وبعد متعلقكم اي وتحبهم؟ اي اعطيهم بوسة حلوة احنا قوية ايوه سلاون دين فلوس اعطيني فلوس اه شنو بي فارق متروس متروس يا دات متروس متروس وين تقول ماوي ديني ياهن اعطيني فلوس اه والله اعطيني اه اي شو تشترين سلاون تبي ايش بيه ابو ابوي اكبر ظاهر صدق حسوني اذا يصورون وياك البنات تقبل ببلاش اه شو تسوي لهن اه وسنك نستضيف البطل العراقي والآسيوي الكابتن مصطفى السماوي صاحب ذهبية بطولة آسيا بوزن 70 كيلو والمشارك في معظم البطولات العراقية الخارجية وآخرها تحقيق المركز الثاني وبعدها ترشح كلاعب منتخب رسمي. أهلا وسهلا بك كابتن مصطفى في هذا المساء. أهلا وسهلا بك أستاذ صباح شرفتنا ونورتنا اليوم. أنت اللي شرفتنا والله وإحنا اللي ممتنين لرفع اسم العراق بالمحافل الدولية والعربية وتحقيق هذه الإنجازات. يا ريت لو تتحدث لنا عن آخر هذه الإنجازات اللي حققتها الذهبيات أو الفضيات اللي شاركت أو البطولات اللي شاركت بها. أول شيء نحب نمسي عليك وعلى جميع المشاهدين الكرام ويانا على الهواء الآن مباشرة. الحمد لله والشكر يعني مشوار رياضي قدرنا نحقق به جزء بسيط نرفع به اسم بلدنا. نقدر نمد شوي استاذ سامعني؟ نعم مصطفى اسمعك تفضل شوي النت ضعيف قدرنا الحمد لله والشكر نعم اي الحمد لله والشكر قدرنا نمثل بلدنا خير تمثيل
نحقق انجاز وسام ذهبي انا ومجموعه من اخوتي الابطال بالمنتخب بعد ما كانت مشاركتنا بطوله العراق الحمد لله والشكر على ضوء بطوله العراق الاخيره اللي صارت 2019 ترشحنا للمنتخب الوطني انا ومجموعه من اخوتي الابطال. يعني نقدر نقول اصحاب المراكز الثلاثه الاولى هم اللي يترشحون لتمثيل المنتخب، والحمد لله والشكر قدرنا يعني نحقق مركز متقدم بطولة العراق. نعم. وقدرنا نسافر ونمثل البلد بطولة آسيا بالصين. تمام. زين مصطفى، خلينا نشوف الآن لحظات السلام أو استلامك لذهبية وزن 70 كيلو في بطولة كمال الأجسام بالصين. نشوف هذا الفيديو ونرجع نكمل حوارنا.恭喜冠军140号，来自于伊拉克的这位选手穆塔法。就像刚才季老师说的，来自伊拉克的选手能获得这样的比赛冠军很不容易。 مصطفى، عندك رسالة تحب توجهها لوزير الشباب والرياضة الحالي الكابتن عدنان درجال، وعدكم يعني كلام هواية حاب توجهه، يا ريت لو تستغل فرصة وجودك الآن على الهواء مباشرة في هذا المساء. شنو اللي تطلبه؟ شنو هي النواقص اللي أنتم تحتاجوها في بطولاتكم سواء كانت على مستوى العراق أو آسيا أو أماكن أخرى أو بطولات أخرى؟ والله احنا نفتقد يعني اول شيء للدعم المادي. نعم. وال يعني اللي هو لان احنا لعبه في رياضه كمال الاجسام، لعبتنا لعبه صعبه. نعم. لعبه مصاريف، لعبه اعداد، مو مثل باقي الالعاب، ممكن مثل منتخب الوطني كره القدم تجمع مده شهر او هاي، احنا اعدادنا على طول سنه كامله. يعني نطالب بالدعم، وخاصه هسه احنا الحمد لله وشكر بعد تحقيقنا الانجاز الاسيوي إن مستحقات وإن رواتب شهرية، رواتبنا الشهرية حاليا ما متكملة، معاملاتها موقفة، يعني ما أعرف على شنو الأسباب اللي موقفين معاملتنا ما جاي تمشي، ما أعرف. باقي الأمر يم الوزير، يعني إحنا كملنا إجراءاته. نعم. وباقي الأمر يم الوزير، يم أستاذ عدنان درجال، يعني الوزير اللي سابق كان متريث عن هذا الموضوع ومأجله. نعم. هسه نطالب أستاذ عدنان بركة الله يعيد الفتح في هذا الموضوع ويشوف لنا ويقدر يسهل لنا، احنا كل احنا اصحاب عوائل. نعم. وهذا الراتب هو اللي يقدر يساعدنا، احنا ما عندنا رواتب، هو هذا اللي يقدر يساعدنا يخلينا يعني ممكن نكمل مشوارنا الرياضي، ممكن للدعم للبطولات للهاي من خلاله نقدر نوصل. وحاليا يعني نعم دي قطع الصوت وياك مصطفى لسوء الانترنت، يعني نعرف بالعراق شوي الانترنت مو تمام، فاعذرونا اذا يتقطع النت او يرجع لنا مره ثانيه مصطفى يكمل حواره. مصطفى سامعني الان؟ اي سامعك استاذ. طيب احنا نعم يعني كمل. طالب باسرع وقت يراجع لهذه المعلومات ويحاول يعني يعطينا اقل شيء حقوقنا اللي هو نص دستوري هذا، يعني اصحاب الانجاز الاوسمه الذهبيه اصحاب المراكز الثلاثه لهم الرواتب الشهريه كرواتب ابطال ورواد. تمام مصطفى، انا كان بودي انه اطيل الحديث والحوار وياك لكن وقت البرنامج يداهمنا ولازم ساعه بالستة او الا شويه لازم نخدم، فاكو فيديو اخر لك راح نتابعه ايضا
وأعدك إن شاء الله بحلقات قادمة بالمستقبل أيضا تكون ضيفي في برنامج هذا المساء. أنا سررت جدا وسعيد جدا لقبولك الدعوة ولتواجدك في هذا المساء. تحياتي لك يا مصطفى، وأتمنى لك كل التوفيق وتحقيق البطولات والنجاحات في مشوارك الرياضي، إن شاء الله يكون حافل بالإنجازات. نشوف هذا الفيديو الأخير، وطبعا أترككم بأمان الله وحفظه لأنه خلص وياي الوقت، وإن شاء الله ألتقيكم في بداية الأسبوع القادم وحلقات جديدة من هذا المساء. إلى ذلك الوقت أترككم بأمان الله وحفظه. نتائج المتسابقين، شهادات كملت. سال عدنا اوكي، سال حيدر لحظه اوكي سجل لي. One line.